شكرا يا بيك. اعطيهم كل واحد كيسين يا جماعة. فلنشعل الساحة. أنا أولا أفكر أن أستدعي وايزل الحكيم من يدي. وايزل الحكيم وحش المستوى الأول من النوع الآلي بدون نقاط هجوم وبدون نقاط دفاع. خير بداية المجلس العشائري في العراق. عشائر انتظمت وبعضها استحال إلى إمارة. يبدو أنت وهيفا بالنسبة لي. رح ترجع؟ أنا اليوم عم قصد وصلته منه لحد النهاية. فيك تقولي لحافظ الهوي بس لحد هون بكفي، لأنه بعد هيك بصير لهزلة. بتحب خيوط اللعبة تكون كلها بإيدك؟ هذا مدح ولا زلمة؟ أنت استنتج لحالك. المهم انه انا مبسوطة كتير لقرارك. بتعرفي ما كنت حابب انه توصل معها لهون، بس استفزازة لي ما قدرت اتحمله. احمد هي روحت مطعم. لا لا، انت بتعرفي انه روحت مطعم لنفس الاسباب اللي عندها. انا في شواتي هذا الموت باسي منها. طبعا لا داعي للاحتجاج، يعني لا اعتقد انه كان فيها خطا على اللاعب سايمون. ولو لا يفعل هكذا الحكم سي... هذا الحلم. الملايين او حتى المليارات من الناس يحلمون في التحليق. لهذا السبب اريد مشاركه تجربتي. التحليق بالمظلة حقق حلم طفولتي، رغم أن هناك جناح فوق رأسي بدلا من جناحين على ظهري. إنه الأمر نفسه تقريبا. اليوم